محاضرة هذا اليوم سوف تتناول أسلوب تجزئة البيانات إلى فئات الأكلاسز، وفي هذه المحاضرة سوف نقوم بتجزئة بيانات تتألف من متغيرات الجنس والعمر، ونقوم بتجزئة متغير العمر إلى ثلاثة فئات. البيانات هي مدرجة على برنامج إكسل لمئة فرد، ولاحظ هنا أن الفرد قد جرى ترميز جنسه بـ F و M، وهذه الحالة لا يتقبلها بهذه الصورة البرنامج SPSS، لذلك نقوم بإعادة الترميز باستحداث متغير جديد وندرج واحد إلى ذكور واثنين إلى إناث. هذا كود، هذه لي الفيميل، وانطينا واحد إلى ميل، الآن نذهب إلى البرنامج SPSS ونفتح ملف جديد ونعرف المتغيرات. المتغير الأول اللي احنا بصدده هو الجندر، والإيج، والوزن ويت، وجميع هذه المتغيرات لا تحتوي على مراتب عشرية، لذلك نقوم بتصفيرها. أما إذا كان طبعا أكو مراتب عشرية فتبقى. الآن نقوم بإعطاء الرموز للمتغير، متغير الجنس، بإعطاء واحد إلى الذكور، واثنين نعطيها إلى الفيميل للإناث، ونعطي أيضا الصفة لكل متغير ما هو القياسي، طبعا الجنس هو نومينيال فئوي، أما باقي المتغيرات فهي سكيل. ونعود إلى الداتا فيو، الداتا فيو نجد أن المتغيرات ظهرت في أعلى الأعمدة، نقوم بنقل البيانات من ملفة الأكسل اللي جرى إعدادها، ما نأخذ التسميات فقط نأخذ الأرقام، بصيغة النسخ واللصق، الآن نجد إذا قمنا بالنقر على هذه الأيقونة نجد أن ما جرى ترميزه يظهر بصيغة الطباعة أو بصيغة الأرقام حسب رغبتنا، نعيدها إلى صيغة الأرقام. الآن المطلوب هو تقسيم متغير العمر إلى فئات، وهنا المطلوب ثلاث فئات باستخدام القائمة Transform والذهاب إلى الخيار Record into Different Variable، يظهر لنا مربع الحوار، وننقل المتغير المستهدف اللي هو العمر إلى الجهة المقابلة اللي هي numeric variable، ونعطي التسمية المطلوبة age classes. طبعا التسمية كل التقييد اللي جرى وصفه وهو لا يجوز استخدام رموز وأرقام في البداية، هذه كلها لازم تطبق هنايا.
وبإمكاننا أن نعطيها الليبل age class group. change، ومن ثم الذهاب إلى old and new variable. لدينا ثلاث خيارات طبعا مختلفة، الأولى هي 49 فأقل، فنأخذ تفعيل للرينج lowest ونخلي هنا 49 فأقل، ومن ثم نعطيها الكود 1 تسمية للفئة الأولى، ومن ثم add نضيفها. ولدينا الخيار الآخر 50 إلى 65، هذه نعطيها ترميز للفئة الثانية 2 add، ومن ثم لدينا الخيار الآخر للأعلى ويكون 66 فأعلى، ونعطيها الترميز 3 ونضيفها، وبذلك استحدثنا ثلاث فئات. الضغط على continue والعودة، نلاحظ أن البرنامج قد استحدث متغير جديد age classes. نقوم بتعريف هذا المتغير بالذهاب إلى variable view، ومن ثم بعد ذلك decimal إحنا ما راح نحتاجها لذلك نصفرها، ومن ثم نقوم بتعريفها. الواحد يعني لنا الفئة 49 and less، والاثنين فئة ثانية تعنينا ما بين 50 إلى 65 سنة، والفئة الثالثة تعنينا 66 and high. اوكي، عرفنا المتغير اللي خاص بفئات العمر، واذا ضغطنا هنا راح نشوف ان التسميات قد ظهرت امامنا. المطلوب الاخر وهو الان انجزنا تقسيم المتغير الى فئات، الان نريد نحصل مقاييس الاحصاء الوصفي لهذه الفئات بالذهاب إلى Analyze Compare Mean Mean. الفئات العمرية نستخدمها Independent Variable، والمتغير الكمي اللي هو الوزن ننقله إلى Dependent Variable، ونحدد ما هي المقاييس المطلوبة. نلاحظ هنا بشكل ديفولت افتراضي مخلينا المين وعدد الكيسز والستاندرد ديفيشن، بإمكاننا الإضافة ستاندر ايرور والرينج والفيريانس والكرتوسيس سيكونس وأي مقاييس أخرى يمكن أن نرغب بإضافتها. كونتينيو، أوكي، نلاحظ أن النتائج ظهرت أمامنا، فئات وجميع المقاييس اللي تم اختيارها. بإمكاننا أيضا الذهاب للمطلب الثاني وهو الحصول على مقاييس الإحصاء الوصفي للجنس، وقد جرى ترميز هذا المتغير مسبقا من الحالة الأولى. نلاحظ انطينا 1 للميل و2 للفيميل، نستغل هذا التعريف من خلال الذهاب مباشرة إلى Analyze ومنه إلى Compare Mean Mean، ومن ثم نقوم بنقل متغير الجنس إلى Independent، والأوبشن إحنا محددينها مسبقا وبالإمكان التحديث عليها، وبعد ذلك الضغط على OK. نلاحظ أن النتيجة قد استحضرت وجمعت المتغيرات المطلوبة والمقاييس المطلوبة أمامنا، مقاييس الإحصاء الوصفي لجنس الأفراد. أيضا بالإمكان الحصول على التداخل ما بين الفئات العمرية وجنس الأفراد، وذلك عن طريق الذهاب إلى Analyze ومن ثم Compare Mean Mean. وبهالحالة هذه نلاحظ الإدخال يتم
إلى المتغير الأول جندر، ونلاحظ بعد ذلك راح تتفاعل لنا هذا المفتاح نيكست، بالضغط عليه ندخل المتغير الثاني اللي احنا نريد يجري التداخل عليه وهو الكلاسز، ومن ثم إذا أردنا تحديث المتغيرات اللي أو مقاييس الإحصاء الوصفي نقوم بتحديثها ومن ثم أوكي، وبالضغط على أوكي نلاحظ أن النتائج اللي نحصل عليها هو للميل جميع والكلاسز، نحصل على جميع مقاييس الإحصاء الوصفي وكذلك ميل خلال جميع الفئات، أيضا راح نحصل من خلالها على مقاييس الإحصاء الوصفي. وهنا أيضا يجدر الإشارة بأنه بإمكاننا أيضا بصفة كإناث بشكل عام، هذا للإناث والذكور، هذا التوتال بغض النظر عن الفئات العمرية كذكور، وهنا بغض النظر عن الفئات العمرية كإناث. الآن بإمكاننا أن ننقل هذه النتائج إلى ملف طباعة، ملف الوورد، ويتم ذلك. طبعا يفضل أن تثبت اسم الطالب وأيضا الخطوات اللي قمنا بها يجري تثبيتها قبل عرض النتائج لكل مطلب على حدة، ثم بعد ذلك عندما نذهب إلى البرنامج SPSS بالإمكان النقر على الجدول اللي نريد ناخذه ومن نعمل نسخ كوبي والذهاب إلى برنامج الطباعة والنقر باللصق، وبعد ذلك الذهاب إلى النتيجة الثانية، أيضا نأخذها بصيغة النسخ ونقوم بلصق النتيجة. والجدول الثالث اللي هو التداخل أيضا بالنقر عليه، نلاحظ هنا ظهور هذا السهم الأحمر على دلالة على تحديد الجدول، ثم كوبي ونقوم بلصقه في ملفة الوورد ونعيد تنظيمها. وبإمكاننا خزن هذا الملف ومن ثم إرساله إلى تطبيق جوجل كلاس روم التي في الجزء الثاني سنقوم بشرح آليته عن طريق استخدام تطبيق جوجل درايف ومن خلاله إلى جوجل دوكيمنت، حيث نقوم بنسخ هذه النتائج ولصقها في جوجل دوكيمنت وآلية ربطها بصفحة الإجابة للمقرر في الجوجل كلاس روم.